الله. وعايزة أروح معاك يعني، معلش قبل ما نروح للإياب خلينا في الذهاب شوية. مع أنهي رأي؟ الناس كتير مايلة لفكرة إن إحنا كسبنا بالحظ بدعاء الناس الميت مليون، إحنا هناك هتبقى في صورة ممكن تبقى بسكور فينا. البعض بيشوف تصريحات كيروش غير موفقة تماما، ده جانب. الجانب التاني بيقولك بالعكس تصريحاته في غاية الذكاء، قدر ان هو في الاخر يكسب الصحفيين اللي فضلوا في المؤتمر غير اللي مشوا. بيقولك هو اكيد فاهم كويس هو بيعمل ايه، هو تحدث ان هو واحد من افضل المدربين في العالم وله تاريخ كبير جدا بيمتد ل40 سنة. حضرتك رأيك ايه؟ هناخد بالنقطة الاخيرة ونتكلم في تصريحات كيروش. تمام، يعني الراجل لازم يكون باكينج يعني داعم للعيبه بتاعته المنتخب اللي هو مسؤول عنه. ما ينفعش واحنا لسه قدامنا 90 دقيقه ثانيه وان هو يعني يحط علامات سلبيه على اي لاعب من اللاعبين او على الفريق ككل، لازم يدعمه لان طبعا المباراه من مباراه على شوطين، شوط في القاهره وشوط ابو زيد. فيعني ربنا وفقنا في الفوز الاولاني ونسعى ان احنا نكون يعني جاهزين لفوز تاني ان شاء الله. انا متفائل. هو الدعم ملوش علاقه بده او ده، يعني الكفتين اللي بقولهم لحضرتك اكيد في الاخر بيتفقوا ان هم بيدعموا المنتخب وكيروش. انا بس بتكلم الوجهه النظر دي وما تحمله من بصراحه ايجابيات وسلبيات، وانا وجهه النظر دي يعني بتحللها ازاي بغض النظر عن ان احنا نؤازر المنتخب؟ اكيد دي مفروغ منها. ما ينفعش يحط اي انتقادات على فرقته في الوقت الحالي. ما ينفعش خالص، لازم يكون يعني داعم لهم بقوه حتى لو هو في ضميره علامات استفهام كتير. ده بالنسبه لكيروش. بالنسبه لنا احنا. بالنسبه لنا احنا بقى كقدر دين وكجماهير يعني بنقول ان يعني الفوز مهم جدا ولو بهدف، ولكن الاداء كان عليه علامات استفهام كتيره. صحيح. جدا. يعني اما اقول يعني في ماتش زي ده كبير جدا اكثر لعيب لمس الكره في منتخب مصر الشناوي، يعني معنى كده ان احنا كنا بنلعب في اتجاه غير اللي احنا عايزينه رغم ان جمهور موجود، هدف مبكر الحمد لله كان موجود. فده عوامل مساعده ان انا يعني اكون اكثر تواجدا في الملعب واكثر هجوما واكثر. الهدف المبكر ده لو ما كانش جه تعتقد كان هتنتهي المباراه بالتعادل؟ والله السيناريوهات بقى المتوقعه بعد الهدف الافتراضي ده، يعني الهدف الافتراضي السؤال الافتراضي يعني الهدف طبعا محقق ومؤكد يعني مختلفة. هل كنا بقى اشرس من كده شويه عشان نسعى بدعم الجمهور لتهديف وهز شباك السنغال؟